استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وأبناء الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مساعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن مساعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مساعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مساعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الحكيم بن مساعد بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الديوان الملكي في الرياض اليوم. استقبلوا أصحاب السمو الملكي الأمراء الذين قدموا بل قدموا التعازي في وفاة الفقيد رحمه الله، كما تلقوا العزاء من أصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين وجموعا من المواطنين. وأعرب أصحاب السمو الملكي الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.